رفض رئيس وزراء رومانيا فيكتور بونتا مختلف الدعوات الموجهة إليها المتعلقة بضرورة استقالته بعد اتهامات له بالفساد. وبينما رفض بونتا أي مخالفة من جانبه، أكدت إدارة مكافحة الفساد الرومانية أنها ستواصل التحقيق مع أي مشتبه به في قضايا مماثلة. المتحدثة باسم إدارة مكافحة الفساد تقول: بغض النظر عن الاتهامات بالتزوير التي فتحت بشأنها تحقيقات قضائية لأنها تمت خلال عهدة بونتا، إدارة مكافحة الرشوة طلبت إذنا بفتح تحقيق قضائي في 3 جرائم خاصة بصراع المصالح. وبينما رفض مجلس النواب طلب ممثلي الادعاء برفع الحصانة عن رئيس الوزراء للتحقيق معه في قضايا الفساد، توقع بونتا أن تنجو حكومته اليسارية من تصويت صاحب الثقة الذي اقترحته المعارضة المنتمية لتيار الوسط.